السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أمان إبان عبارة بالتمهاق وتعني الماء هو الحياة هو الأمان. هنا نتواجد بمنبع تلمزايس أي عين الفرس بواحة قصر أجهيل، حيث التقينا سيليفيا سيدة الإيطالية عاشقة الجزائر. بونجورنو. بونجورنو، كومي فا؟ مونتو بيني جراسي، الحمد لله. الحمد لله. إذا سيليفيا، تعرفين بأن الشخص الذي يأتي إلى هذه العين حسب الأسطورة الشعبية المحلية يقال بأن من يشرب مرة من هذه العين يعود ويزور جنات لمرة عديدة. فيرو. حقيقة أنا جئت إلى جنات المرة الأولى ثم عدت مرة ثانية لأستقر هنا. علاقة سيلفيا بالجزائر وبالأخص جنات تتعدى شربة الماء هذه، بل جمال الجزائر وعمق تاريخها وكرم أهلها الأجواد هو ما جعلها تستقر بالمنطقة نهائيا. جنات زي الدار، دار جديد انت سيلفيا، قلب انت مفتوح. يعجبني الناس هنا، تعجبني العادات، تعجبني الصحراء، يعجبني التاريخ. أنا أحب الصحراء وأحب هذا البلد لأنه يشبه إيطاليا كثيرا. خبرة تتعدى 30 سنة في مجال الخدمات السياحية تستغله سيلفيا للعمل في قاعدة حياة، حيث تبدع في فن الطبخ الجزائري والإيطالي. إن كانت أنا ذاك الكوزينة هذا كوزينة إيطالية وجزائرية، ليلى سباغيتي إيطالية الدانتي تيبو كوسكوس تيبل تعم. من هذا الموقع سيلفيا تقول كلمتها. أقول لكل الإيطاليين تعالوا إلى الجزائر لأنه بلد رائع. سيلفيا الإيطالية عاشقة الجزائر، تدعو كل الإيطاليين لزيارة هذا البلد، بلد شعبه جميل، جمال هذا الوطن وتاريخه العريق. يا سلام. يا سلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة